مشاهدي برنامج الثروه الحيوانيه، برحب بحضراتكم مره اخرى. احنا موجودين داخل مشروع التنميه الريفيه بغرب النوبريه. بنتكلم النهارده على الاصناف المتوفره، انواع القطعان اللي موجوده، المعاملات، التربيه. احنا واقفين دلوقتي مع المهندس هاني السيد، برحب بحضرتك في البدايه. يعني اهلا وسهلا يا فندم. بنتكلم دلوقتي عن الماعز. القطيع اللي عندي ده نوع السلاله ده اسمه ايه؟ وايه المواصفات اللي هو بيدهني؟ اللي بالنسبه للقطيع حضرتك شايفه ده قطيع دمشقي، ماعز دمشقي ثنائي الغرض. ثنائي الغرض بمعنى ان هو بيديني لبن وبيديني لحم. بالنسبه للنتاج بتاعه بيوصل معايا ل 70 و75 كيلو. بالنسبه للبن بتديني من 3 ل 3.5 كيلو ل 5 كيلو لو معايا الدفع الغذائي المظبوط بتاعها ووصلت المرحله بتاعتها الصحيحه. بيوصل معايا لبعض الماعز ل 4 كيلو ونص و5 كيلو يوميا لبن. ثنائي الغرض يبقى لازم يكون فيه مواصفات للتسمين، هيكل الحيوان نفسه، شكله تقدر تقيمه ازاي وانت بتفحص القطيع نفسه؟ بالنسبه للدمشقي معروف ان هو حجمه عالي عن الماعز بتاعتنا البلديه، ماشي. بالنسبه للضرع بتاعه، الضرع بتاعه مخروطي انسيابي، ماشي. الضرع بتاعه كبير، ماشي. بالنسبه للجدي بتاعه لازم يكون مفرود معايا، لازم يكون الصدر بتاعه عريض، لازم يكون عالي عن الارض. وزن الجدي بتاعه بالنسبه للتيز بتاعه لا يقل عن 75 كيلو. 75 كيلو. بنبتدي نتعامل مع القطيع ده في عمر قد ايه؟ يعني احنا بنبتدي ندخله يا اما تسمين يا اما الانتاج البان، على اي اساس؟ انا بالنسبه هنا بدخل مرحله الشياع بتاعتي بتخش في الماعز. الشياع الماعز بالنسبه لشياع الماعز يبقى يعني ايه الفتره العمريه بتاعته بقى قليله شويه، يعني الشياع بتاعها بيوصل لعمر السنه. انا بشتغل معاها من عمر يوم، من عمر يوم. انا برضعها 120 يوم، برضع الصغير 120 يوم. بشتغل اعزل بعد 120 يوم، بعزل الجديان لوحدها وبعزل النتيات لوحدها. بشتغل نيجي نتكلم على الحيوانات الكبيره، بنتكلم على دايما بتحتاج عنبر ليه مواصفات معينه، ليه تجهيزات. في اختلاف وانت بتجهز العنبر نفسه لاستقبال القطيع؟ اكيد. بالنسبه لتجهيز العنبر بالنسبه للماعز او بالنسبه للاغنام يختلف عن العجول او الاجلات. بالنسبه لقطيع الماعز، القطيع الماعز لازم يرعى، لازم يطلع في مرحله الرعي، ماشي. بالنسبه للطوايل بتاعتي بتبقى صغيره عشان خاطر ما يقدرش يطلع عليها ينط من فوق الصوار، لان هو من النوع اللي هو من النوع اللي هو بينط عالي، لان حجمه اصلا عالي. فلازم اجهز له الصوار بتاعته عاليه، ولازم اجهز له الطوايل بحجم صغير عشان ما يطلعش فوق منها. ولازم يرعى، لازم يرعى. انا عندي ملاعب رعي بره بالنسبه للايه؟ للماعز ده كله. درجات الحراره بتاثر عليه؟ في بعض الاحيان. زي في ارتفاعات في درجة الحرارة بالنسبة للماعز بالذات. يعني أنا يعني مثلا بقصش الماعز غير مرة واحدة في السنة. فترة الصقيع اللي هو بعد شهر 9 وشهر 10، ماشي، ببتدي أعمل حضانات للماعز الصغيرة الولادات، ماشي. بالنسبة للقطيع اللي بيرعى بره، بيرعى معايا في وقت معين من اليوم، من الساعة 6:30 الصبح لحد الساعة 8، وبعد كده بيتقفل عليه وبيطلع بعد الساعة 4 للرعي. بعد كده بيخش الإيه السكنات بتاعته زي ما حضرتك شايف. برامج التحصينات او الرعايه البيطريه بتوفرها له ازاي؟ يعني في برامج بنمشي عليها برضو، ايه هي اما الامراض اللي ممكن تسبب لي خطوره داخل المزرعه؟ والله حضرتك بالنسبه للبيطري احنا ماشيين بسيستم معين، بنظام معين في التحصينات. احنا ماشيين مثلا القطيع ده، يعني المشكله عندنا كلها في اي قطيع كان الحمى القلعيه، وبالنسبه للقطيع الماعز حمى الرادر المتصدع اللي هي الطراحه، ماشي، والعشر امراض اللي هي الكوليستريديا. ده طبعا لازم كل التحصينات السياديه لازم اعملها، كل التحصينات السياديه، بالاضافه ان انا التجريعات، بالاضافه لان انا بديهم بالنسبه للامهات بديهم في اعمار معينه، بديهم حاجات عشان خاطر الجنين نفسه، ماشي، عشان الاسهالات الفيروسيه والحاجات دي كلها في عمر العشر. ببتدي ادي تحصينات اللي هي الثمان امراض الكوليسترول اللاهوائيات، بديها قبل الولاده بشهرين، وابتدي ارجع تاني قبل الولاده بشهر عشان اراعي الجنين. تمام. ده بيحصل عشان المنتج المفاجئ، عشان اراعي الجنين. معنى كده ان انا اقدر عندي هنا وموجود امكانيات في المزرعه للولاده ولرعايه الجنين في فيما بعد. للماعز تلقيح صناعي ولا ما نتعاملش فيه؟ لا، ما بتعاملش هنا بتلقيح صناعي. انا هنا بتعامل بنظام التيوس، لان انا جايب التيوس طبعا، التيوس مختاره، ماشي، بمواصفات معينه، ماشي. رحنا طبعا حضرتك معانا الدكاتره معانا كله، رحنا جبنا التيوس دي اخترناها واختبرناها هناك وبعدين جبناها. بالنسبه للبن الماعز او البان الماعز ممكن يكون في صعوبه في تسويقها، بتتصرف معاها ازاي هنا في المزرعه؟ والله هنا احنا شغالين، احنا بنرضع النتاج عندنا من 1 ل 2 ل 3، احنا بنرضع وبقيه اللبن بقيه حلب، وبيخش انتاج لبن، بيخش انتاج لبن. عندنا مصنع في اليشع، محطه اليشع الثانيه تابعه لينا طبعا، مشروع التنميه الريفيه، بنبعت لها اللبن، هي بتبتدي تصنعه وبتسوقه.
هم معاهم الترخيص بكده. يعني مشروع تكاملي. مشروع تكاملي حضرتك، احنا حلقه مفرغه مع بعضنا. بالنسبه للمشروع التنميه الريفيه عندنا مزرعتين، مزرعه انتاج اللبن ومزرعه انتاج اللحم، بالاضافه لتربيه وتسمين المعز والاغنام. احنا دلوقتي في موسم وفي اقبال على شراء اللحوم بجميع انواعها. تمام. تنصح المستهلك بايه وهو بيشتري المعز؟ والله حضرتك بالنسبه للماعز عندي، الماعز عندي من اخف اللحوم اللي موجوده، من اخف اللحوم اللي موجوده في السوق كله. بسبب هي خفيه اللحمه نفسها، خفيه اللحمه. اما لما يجي يختار بيختار طبعا الجدي بتاعه، بيختاره الصحه باينه عليه، بيختار حاجه مش هزيله، يعني ما يجيش يذبح حاجه هزيله. بالنسبه للماعز بالذات بيبقى حتى في عندنا في مصر اقبال على الماعز اكتر من اللحمه. تعرف عمره منين؟ عمر الماعز من السن بتاعه. ازاي بقى؟ ازاي ديت؟ اشرح للمستهلك لما يجي هيشتري يفتح بق المعزه يبص فيها. هو حضرتك بالنسبه للماعز، بالنسبه للاضحيه بالذات لازم تعدي عمر السنه. عدت عمر السنه في عندها هي في 8 سنان تحت. لازم تكون في سنتين مختلفين على جميع السنان. يعني حضرتك لو بصيت في اي حاجه ممكن اجيب لك من الجدان الناحيه الثانيه. ماشي؟ طيب لما نيجي نتكلم على مرحلة أخرى، أنا هنا دلوقتي شايف إن عندي إناس مع الذكور، لكن حضرتك لما بتيجي علشان تسوق بتطلع الذكور لوحدها في ليها أوزان معينة وليها مواصفات. لا حضرتك هنا إناث بس. دي الإناث بس كلها. الإناث معاها ذكرين اتنين اللي هم بتوع التلقيح. يعني اللي هم التسنت بتوع التلقيح. في عنبر ثاني؟ في عنابر ثانية حضرتك للتجهيز، لتجهيز الماعز، لتجهيز الماعز عشان أدخله على المرحلة بتاعة الشياع وأدخله للتيوس عشان يعشروا. ماشي. وفي مرحله ان انا بسمم فيها الجديان. الاعلاف سببت لكم مشكله برضو للمعز؟ لا 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 لا، باذن واحد احد احنا عندنا هنا باذن واحد احد مفيش اي مشكله. ازاي التغذيه بتعتمد على ايه؟ التغذيه بتعتمد على اعلاف مركز بيجي من مصنعنا برضو. ماشي. بيعتمد على دريس، بيعتمد على سلاج، بيعتمد على قش رز. يعني انت بتدخل بدائل علشان تتغلب على اسعار سعر العلف. سعر العلف المركز عالي، فلازم احط قصاد منه، لازم اعمل سيمتريه عشان خاطر برضو المزرعه ما تخسرش. دلوقتي احنا موجودين في عنبر التسمين، بالنسبه للي خلاص دول جاهزين للبيع، مواصفاته ايه بقى اللي انا عايز اعرف المستهلك زي ما احنا يعني واقفين وبنتكلم؟ حضرتك هتبص كويس عليه، الحاله العامه بتاعته حلوه جدا، العينين بتلمع. حضرتك لو بصيت هنا كويس، هنا السنان اللبنيه. السنان اللبنيه لو عديناهم 1 2 3 4 5 6 7 8 هم 8 بالظبط. اول سنين دول بيتكسروا على عمر السنه. الاماميتين دول اول سنتين دول بيتكسروا، بيغير سنان اللبن، بيغير سنان اللبن. دي معناها ان الجدي ده جاهز للذبح كاضحيه، كاضحيه سليمه، ان الجدي ده معدي معايا السنه. معدي السنة. انت في ترقيم عندك هنا في المزرعه، الترقيم ده سببه ايه بقى؟ حضرتك ده من عمر يوم، بيترقم من عمر يوم، ساعه ما يتولد بعد ساعه زمن، بعد ما يرضى لابس نسوب بيبتدي يترقم عشان اسجله عندي في الدفاتر عشان اعمل بيه اللي اعرف الكميات اللي عندي قد ايه والكميه اللي جات لي قد ايه، لان انا بعمل لنفسي كل سنه بعمل لنفسي نظام جرد كامل للحالات اللي عندي. الحالات اللي عندي كل الارقام، كل المزرعه عندي مترقمه، حتى اللي لسه مولود اول امبارح مترقم. لو جيت اتكلم على الاوزان اللي موجوده هنا اللي جاهزه للبيع بتتراوح من كام لكام؟ حضرتك الاوزان عندي النهارده بسم الله ما شاء الله بتتراوح من 55 ل 70 كيلو. و70 ده ما يعتبرش ان هو كبير او المستهلك يقول دي اللحمه بتاعته هتبقى ناشفه. يعني حضرتك العمر كله سنه. العمر كله سنه، يتراوح سنه سنه وشهر سنه وشهرين. الفرق في معدل التحويل بس. هو لا مش فرق معدل التحويل، الفرق في العمريه، يعني في حضرتك السنه وفي سنه وشهرين. أيوه. يعني في شهرين معانا فرق. احنا عندنا هنا في المزرعه برضو عنبر للخرفان الخراف، ثلاث عنابر. طب نروح نشوفها مع بعض ونكمل جولتنا داخل المزرعه. اتفضل. احنا بنتكلم في توقيت خلاص مقبلين على موسم الاضاحي وعيد الاضحيه، الاضحى المبارك، بنتكلم على الخراف والمستهلك بيبقى فيه اقبال في هذا التوقيت، لكن هنا في المحطه احنا بنبقى مستعدين استعداد كامل. انا شايف ان انا عندي اكتر من عنبر، اكتر من قطيع واوزان مختلفه. اشرح لي كده بالنسبه للخراف اللي موجود عندنا. بالنسبه للخراف التسمين عندي، انا بدخل خراف التسمين اوزان 25 كيلو مبدئيا، ببدا بيها مرحله التسمين 25 كيلو، بتوصل معايا لحد 65 70 كيلو. أيوه. بالنسبه للخراف بدخلها في مرحله بوزن كل شهري، انا بوزن شهري. بالنسبه للميزان بتاعي ببدا احدد الفئه العمريه بتاعته مع الوزن بتاعه، بحطه في حظيره لوحده عشان خاطر ما يحصلش معايا اختلاف، لان يعني نسبه العلف بتختلف من هنا لهنا. ببتدي اكون معايا القطيع، معايا بكونه من عمر 4 شهور، زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان انا بكون القطيع الذكر بالذات بكونه من عمر 4 شهور. ببدا اشتغل معاه تسمين خفيف من عمر 4 شهور. الجميع اللي موجود، جميع الذكور الموجوده عندنا نتاج المحطه. حضرتك دي الامهات الموجوده،
بتاعت القطيع بتاعي، دي الامهات اللي موجوده عندي، دي اللي بدايه المزرعه كانت 152 راس، النهارده الحمد لله احنا وصلنا ل 1200 راس. ما شاء الله. تمام؟ بعمل احلال وتجديد للقطيع بالنسبه للكباش كل 5 سنين. بعمل احلال وتجديد عشان خاطر اغير دم القطيع، بغير النتايات بعد 7 ولدات او بعد 3 ولدات او بعد ولده لو ما نفعتش معايا. بالنسبه للامهات بالذات. يعني ايه لو ما نفعتش معايا؟ يعني الولدة في عندنا بعض الأغنام بتحصل فيها مشكلة إنها ما بترضعش، بيحصل لها مشكلة تناسلية كذا كذا، ببتدي أسمنها وأطلعها وأستفيد بالإيه؟ وأستفيد بالمبلغ اللي هيجي بيها إن أنا أسمن بيها حاجة تانية. بالنسبة للنتايات، لأن أنا ما ببيعش نتايات هنا، النتايات عندي ما بتتباعش، بالنسبة للنتا ما بتتباعش، بالنسبة للذكورة أنا بسمنها وأبيعها. حضرتك دي كل القطيع ده، أعمار القطيع ده من 3 لـ5 سنين. ثلاث لخمس سنين عمر قطيع حضرتك شايفه ده. في قطيع النتي ما ببيعهاش. لا، بتتعامل معاها ازاي النتي؟ بتعامل معاها حضرتك من عمر يوم زي ما قدر حضرتك لحد عمر ال4 شهور بتوعي اللي هم فتره الفطام، ببتدي ادخلها مرحله اللي هي الفطام السريع، ماشي، بعد كده ادخلها مرحله البداره مع الكبش، بعد كده بتبتدي تبقى نعجه. ماشي، في فرزه عندي بتحصل، في فرزه عندي تحصل النعجه الكبيره، ببتدي ادخلها اسمنها وابيعها لحم، ما ببيعهاش لايه؟ لحد يستفيد. خلاص انا استفدت منها هنا في المحطه، منها ومش عايز حد ايه ياخد غلط فيها او حاجه زي كده، فبتدي اسمنها وابيعها لحم. دي الامهات الذكوره اللي هي موجوده عندي بتاعه التسمين. الاضاحي ليها مواصفات خاصه، والمستهلك دايما بيشتريها علشان يضحي بيها، ويعني دي بيبقى يعني ليها مكانه وليها تقاليد دينيه. اكيد. ايه هي اهم المواصفات اللي لازم ياخد باله منها؟ اهم المواصفات اللي لازم ياخد منها ما يكونش فيها عيب شرعي، تكون عدد 6 شهور بالنسبه للغنم. عيب شرعي يعني ايه؟ عيب شرعي يعني عين، يعني بتعرج، يعني هزيله، ده كله عيب شرعي. اقل من عمر 6 شهور ده عيب شرعي بالنسبه للغنم، اقل من عمر 6 شهور ده عيب شرعي. تمام. بالنسبه للماعز سنه. طب انا شايف ان في اختلاف كبير جدا ما بين القطيع اللي موجود عندي هنا في المحطه واللي احنا بنشوفها في الاسواق، يعني الحيويه والنشاط، المواصفات اللي موجوده. انا قلت لحضرتك ده بيرجع لايه؟ انا قلت لحضرتك قبل كده احنا شغالين بنظام علمي بحت من اول ما بدانا، مع ان احنا شغالين بحاجات بسيطه. حضرتك شايف المنظر اللي هم قاعدين فيه، حاجات بسيطه جدا، الاحواض، الميه، الطوايل، كذا كذا، ده كله شغالين بايه؟ بارخص حاجه، بس احنا بنعملوهم بيطريا صح، بنعملوهم غذائيا صح. اللي بره احنا بنشوف حضرتك هنا بالنسبه للتغذيه بتاعتهم، مثلا البروتين بتاعهم 16% بتاخد كذا، وهي عشر مثلا بتاخد مثلا كيلو، وهي مثلا والده بتاخد كيلو وربع. بره بيطلقوا الغنم ما بيحصنوش، ما بيعملوش حاجه، الكلام ده كله. لا، هنا احنا شغالين بيطريا، شغالين علميا بما يرضي الله. حتى يعني واحنا موجودين في العنبر دلوقتي الريحه عاديه، يعني مفيش ريحه حضرتك، مفيش ريحه، لان انا عندي رش دوري كل 21 يوم، عندي رش دوري كل 21 يوم ماشي للغنم، عندي المصايد دايما، في مصايد عندي للدبان والحشرات كلها ماشي موجوده. طبعا احنا شايفين الجو حر، ان كل احنا في الظل حاليا، وكل الدبان جايه عندنا احنا، ان احنا في الظل، اما المزرعه كلها ما فيهاش حاجه، احنا في الظل فالدبان جايه عندنا. ده شيء طبيعي يعني في الاماكن الاجواء الصحراويه دي. العماله عليها دور مهم قوي، واحنا شايفين الناس يعني معانا، يا ريت نتكلم مع بعض. تعالوا اتفضلوا، يعني علشان يبقوا مدربين ان هم يتعاملوا مع قطيع زي ده، يوفروا له خدمه رعايه، المفروض العنبر يبقى فيه تهويه زي ما احنا شايفين، في نظافه مستمره. قول لي كده، وانت بتتعامل مع قطيع ممكن تلاحظ عليه مشاكل تروح تقولها لمدير المحطه مثلا؟ لا، بنقولها للمشرف الرئيسي. تقول له ايه بقى؟ يعني انت متابعتك اليوميه بتتمثل في ايه، او بتعمل ايه كل يوم؟ احنا حضرتك بنيجي الصبح بنعلف ونملى الميه ونبص في القطيع، ان كان في حاجه مثلا غريبه عن كل يوم بنبلغ المشرف والدكتور هاني في البركه بصراحه، يعني مش بنقول له على المشكله، بيجي بيحلها برضه في علاج. وفي في مشكله قبل كده شفتها هنا ورحت بلغتها للمشرف قالوا مدير المحطه؟ طبعا. زي ايه بقى؟ يعني ممكن يكون حصل مثلا اجهاض لنعجه ونبلغ بقى في ساعتها يوم باللازم، يعني في الوقت المطلوب، بحيث ان هو ما يحصلش اي مضاعفات للام نفسها. يبقى في رعايه ليها. يبقى في رعايه للام نفسها من الناحيه العلاجيه وكل ده. بتكون طبعا ايه؟ ان انا مبلغ في الوقت المظبوط وما نسيبش الحاله لما ايه؟ حالتها تتدهور. عينيكم على الميه على طول وبتشوفوا الميه نظيفه؟ طبعا. الميه نظيفه وبنملى بصفه مستمره. يعني يمكن بصفه دوريه بنلف على الاحواض ونملاها، والاكل والكلام ده، يعني كل حاجه في مواعيدها مظبوطه بالتمام. بيقول لي لو حصل حالة إجهاض بنروح ييجوا يبلغوك على طول، عندك تجهيزات هنا لكده؟ كل حاجة. بتتعامل معاها ازاي؟ والله بالنسبة للإجهاضات دي بتتعزل لوحديها،
دي بتتعزى بالنسبه للاجهاض بالذات بتتعزى لوحديها، باخدها بعدها فتره لوحديها، وبعدين باخد منها عينه، باخد منها عينه دم وبعتها المعمل اشوف الاجهاض ده نتيجه ايه. لو مثلا لا قدر الله في كذا حاجه للاجهاض، انا بقول لك المشكله الوحيده اللي بتقابلنا حمى الراد المتصدع. اعراضها ايه؟ السقاطه او الطراحه بالنسبه للغنم ديت، وبالنسبه للذكوره اللف ودرجه الحراره بتعلى. بس انت بتعرفها كخبره بتعرفها بالنسبه للنعاج، لان النعجه اللي بتطرح وتروح تقف جنب الكبش عشان يلقحها تاني. فدي دي من الاعراض اللي هي اعراض الحمى اللي هو المتصدع اللي فعلا بتاذي القطيع. اما الحمد لله انا بعمل تشيك كل 6 شهور على البروسيلا بالذات بالنسبه للغنم، لان الغنم والماعز من حاملات البروسيلا، والحمد لله انا عندي الحمد لله نتيجه سلبيه في كل المعامل. انا بعمل في 4 معامل على مستوى الجمهوريه، منهم معملين طب بيطري معتمد ومعملين خارجين في الجيزه. كل سنه حضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا فندم. احنا دلوقتي معانا نموذج لحولي تسمين برقي. البرقي له مواصفات، البرقي الدماغ السوداء، الخلخال اسود او بني، يا اسود يا بني، تمام. الجسم مش طويل بالنسبه للظهر. بالنسبه للسيد المستهلك لما يجي يشتري خروف يحط ايده في الظهر بتاعه دايما، هنا في المنطقه دي بالذات بيعرف كميه اللحم الموجوده. الخروف مش هزيل بيبقى لاقي الايد نفسها معلمه في الايه، في الحولي. لو بصينا للليه اللي ورا كميه الده دي الليه ماشي، ديت كيلو ربع، كيلو الا ربع بالظبط ماشي. ده البرقي اعلى سلاله لحم موجوده على مستوى مصر ماشي. جوده اللحم بتاعته عاليه جدا لان نسبه الدهون فيه مش موجوده، نسبه الدهن بتاعه جوه اللحم. ده اعلى سلاله لحم موجوده في مصر بالنسبه للخرفان البرقي. الحيويه طبعا، انا لو مسكت الحولي وشديت الصوف بتاعه وطلع في ايدي مخدوش، رقم واحد للمستهلك. لو شديت الحولي والصوف طلع في ايدي مخدوش، دي معناها ان الحولي فيه مشكله في الكبد، الحولي هزيل فيه مشكله في الكبد. حيويه الحولي عاليه جدا. وحضرتك هنبص دلوقتي للحولي، اسال كده اسال عوض كده، هبص للحولي تمام. دي حضرتك الحواله ديت بالنسبه للحولي ده بيوصل وزنه ل 65 كيلو، بيوصل وزنه ل 65 كيلو. هو دلوقتي في مرحله عمريه وزنه 60، من 55 ل 60 كيلو ماشي. ده اعلى حاجه بالنسبه للايه، للحواله البرقي البيور اللي هي البرقي الاصلي، لان الامهات من عندي والاب من عندي. مشاهدي برنامج الثروه الحيويه، برحب بحضراتكم مره اخرى. احنا النهارده موجودين في نموذج جميل جدا، نموذج للانتاج والعمل، نموذج للخدمات اللي ممكن نقدر ان احنا نوفرها للسوق المصري وللمستهلك. الثروه الحيوانيه في مصر تحتاج المزيد والمزيد من المجهودات. احنا في يعني مكان نقدر نتشرف بيه كلنا، الكلام ده صح ولا لا يا فندم؟ نعم، احنا حاليا النهارده في احدى محطات الانتاج الحيواني التابعه لوزاره الزراعه، مشروع التنمية الريفية بغرب النبارية. المحطة دي فيها انتاج حيواني، عجول تسمين، اغنام تسمين، ماعز تسمين. دي احدى المشروعات اللي موجودة في منطقة النبارية لخدمة الثروة الحيوانية. اتفرجنا النهاردة على مجموعة من الحيوانات، العجول الأضاحي، أغنام ماعز برقي، أغنام رحماني برقي، ماعز دمشقي. كل الحاجات دي موجودة هنا لاستعداد لعيد الأضحى المبارك إن شاء الله. كلمنا عن الثروة الحيوانية عندنا في مدينة النبارية، لأن هي برضو أنا عندي نماذج ناجحة وعندي ثروة حيوانية موجودة. ايه الفرق ما بين الخدمات دي والخدمات دي، وليه المربي العادي او الفلاح ما بيقدرش يوصل بالانتاجيه بتاعته للنماذج المشرفه اللي احنا شايفينها؟ المشروعات ديت وزاره الزراعه اهتمت بيها في الفتره الحاليه على اساس ان هي بتبقى كنموذج مهتدى لاي مربي عاوز يعمل مشروع، بيجي يتفرج يبص يشوف ايه النظام. احنا بنشتغل هنا في المشروعات دي معظمها باقل التكلفه، يعني ما بنعملش تكنولوجيا عالية في الانشاءات وفي الكلام ده، بنعمل مزرعة بسيطة ممكن اي مزارع بسيط خالص يعمل النموذج اللي موجود. ولكن احنا بنهتم
بعمليه الرعايه البيطريه، بنهتم بعمليه التغذيه اهتمام كامل، فبنطلع المنتج في النهايه منتج جيد للسوق. اداره الانتاج الحيواني بمديريه الزراعه بمدينه النوبريه، ايه الخدمات اللي بتوفرها للثروه الحيوانيه؟ احنا اولا موجود في اداره الانتاج الحيواني بمديريه الزراعه قسم خاص لمتابعه جميع المزارع اللي موجود، الاشراف عليها، التغذيه اللي موجوده، الاشراف على مصانع العلف اللي موجوده، بتاخد عينات باستمرار ومفاجاه من مصانع العلف على اساس ان مصنع العلف يلتزم بمواصفات معينه في الايه المنتج اللي هيقدمه للحيوانات. بنوديه المعمل، لو في اي مشكله في اي مصنع بيتعمل له وقف ويتحفظ، لو في شحنات موجوده جايه من الخارج بالنسبه كذره كفول صويا اي مكونات من مكونات الاعلاف بنتحفظ عليها لغايه ما نعمل لها تحاليل، وبعد التحاليل لو ما فيهاش اي امراض خاليه من السموم بتبدا ان احنا نسمح لها ان هي تخش مصانع الاعلاف على اساس ان هي تخش كعلف للحيوان. سعداء بحضرتك، واحنا نسعد بيكم يعني في مدينه النوبريه، وده مشروع من احدى المشروعات الكتيره موجوده في النوبريه ان شاء الله.